القرآن بقى ناس تقول لك ايه لازم نتفكر ونتدبر، وناس عايزة تجري في القرآن وتختمه مرة واثنين وثلاثة، ايه الأصح؟ وايه فكرة ختام القرآن مرتين وثلاثة؟ هل هي سنة؟ هل هي يعني جت منين؟ هو الحقيقة الأمرين خير يعني، بس الأفضل أو الذي يفضل في رمضان هو الختام، انك تختمه مرات ومرات، وان اقصى اقصى حاجه تختمها في رمضان اللي هي تبقى 6 مرات في رمضان، ده اقصى رقم يعني ما ينفعش اتعداه، لان لو تعديته يبقى خالفت الاصل. كتير قوي. ما هو يعني كل 5 ايام. يعني كل 5 ايام. كتير. يعني كل خمس ده ايام. ده لا عندهم بقى شغل ولا حاجه. لا انا بقول لك اقصى حاجه، اقصى حاجه، اقل حاجه مره. يعني اقل حاجه مره. لكن اقصى حاجه 6 مرات. هنقعد بقى نقاسم بين الاثنين، فنخليها 3 مرات مثلا، خلينا اقول 3 مرات للناس المكسحين زي حالتنا كده، فيخليها 3 مرات، فيعمل كل 10 ايام يختم مره، فيقرا 3 اجزاء في اليوم. لما يقرا 3 اجزاء في اليوم يعني معناها 24 ربع، 24 ربع في القران الكريم، لما يقسمهم على ال5 اوقات بتاعه الصلاه يبقى كل وقت بيقرا خمس ارباع. يعني بيقرا حزب، يعني صلى الصبح وقرا حزب 4 ارباع اللي هم حوالي 8 صفحات وخلاص، ويجي بعد الظهر يعمل نفس الحكايه، بعد العصر نفس الحكايه، بعد المغرب نفس، بعد العشاء نفس الحكايه، خلاص خلص الموضوع. ممكن اللي ناقصه بقى ما قراهوش بعد المغرب، ممكن يقرا بقى بالليل، ممكن يقرا في التراويح، ممكن يقرا في كذا كده، يعني يختم القرآن 3 مرات. موضوع سهل خالص. طيب يعني دي مسهلة. سماع القرآن هل بياخد ثواب؟ يعني في سيدات تبقى فاتحة القرآن وهي بتعمل الأكل في المطبخ، هل يحسب من الختام ولا الختام ختم القرآن لازم يكون قراءة؟ ختم القرآن اللي بيعرف يقرأ لازم قراءة، لكن خليني لو بخاطب حد ما بيعرفش يقرأ، فالست الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب أو الرجل لو استمع إلى القرآن في ختمة كاملة، أنصت إلى القرآن في ختمة كاملة، بس ده مطلوب منه يعمل حاجتين. تركيز. مش يسمع القرآن بس، ينصت. في فرق ما بين الإيه؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. في فرق ما بين الاستماع وبين الإنصات. الاستماع إن أنا ممكن أبقى أنا وحضرتك بنتكلم مع بعض وسامعين في الخلفية، لكن سامعين في الخلفية حد بيقرأ، حد بيقول قرآن شغال بتاع، ده اسمه استماع. إنما الإنصات إن ساعة لما يتلى القرآن الكريم أنا ما أتكلمش أبدا، لازم أبقى صامت عشان أنصت لكل كلام يقال. فاللي بيعرفش يقرأ ولا يكتب ده يبقى يسمع من القرآن من المصحف، أو اللي ما بيعرفش اللغة اللي هي اللغة العربية، يعني ساعات بعض الناس ما بقاش عندها لغة عربية، أجانب أو غيره أو ما شابه ذلك، يبقى يستمع وينصت. مش مطلوب منه إنه يفهم إيه الكلام اللي بيتقال، لكن يستمع وينصت، يبقى دي طريقة. إنما اللي بيعرف يقرأ اللغة العربية وبيعرف يقرأ كويس يبقى عليه أن يختم القرآن قراءة، لأن النظر في المصحف عبادة، كما هو النظر إلى الكعبة عبادة، كذلك النظر في المصحف في كتاب الله عبادة. فنقعد نبص في المصحف ونقرأ الآيات ونتطلع على الآيات، هو ده الختام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، مش عارف يجمع الحروف والكلمات، له أجران. يعني مش أجر واحد، لا له أجران. لكن بقى اللي بيقرأ كتير بقى وتعود فهو ماهر بالقرآن، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب دلوقتي الستات يعني احنا عشنا سنين متخيلين انه لا يمسه المطهرون دي، انه السيدة لما يكون عليها الدورة الشهرية لا يمكن تمسك القرآن وحتى ما تنقلوش من مكان لمكان، يعني خلاص ما تلمسوش، وبالتالي لما بتجيلها الدورة هي بتنفصل تماما عن شهر رمضان تماما، ما بتصليش، ما بتمسكش القرآن، ما بتقراش الورد بتاعها، ممكن تسبح بس. وبعدين اكتشفنا بعد كده انه في آراء اخرى، فحكم قراءة القرآن اثناء الحيض او الدورة الشهرية. هو الحقيقة ده بعض المفاهيم الخاطئة التي توارثها الاجيال على عبر التاريخ. هو المالكية فقط الذين قالوا بان المرأة اذا كانت حائض لا تمس المصحف، لكن لم يتعرض لمسألة القراءة اللي هو ان هو يقرا القران، وهم مختلفين في مساله لا يمسه الا المطهرون على قولين، فيرى فريق منهم ان المطهرون المراد بهم الملائكه، فهي الملائكه هي التي تمس اصل القران الكريم. وعلى هذا قال كثير من العلماء انه طب ازاي يقصدهم الملائكه ولا يمسه الا المطهرون؟ يعني الملائكه بس هم اللي تمسهم، هي اللي تمس القران الكريم اللي هي كلمات القران الكريم، يعني القرآن لا يمسه إلا المطهرون. قال لك يعني المقصود بذلك أي الملائكة فقط هي التي تمس اللي هو اللوح المحفوظ أو الكتاب المقدس عند الله سبحانه وتعالى في السماوات، مش المصحف، مش إحنا بتاعنا. مش المصحف اللي إحنا الكتاب. المصحف ده كتاب معمول في عصر سيدنا عثمان بن عفان، هو الذي جمع هذا المصحف وجمع الناس في كذا، وله قصة في جمع القرآن الكريم. لكن أنا عايز أقول إني بعضهم يرى أن المرأة لا تقرأ القرآن في أثناء الحيض كنوع من أنواع التقديس للكتاب المقدس والقرآن الكريم وكذا والكلام ده.
لكن الأصل لم يرد نص بهذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في حجر عائشة وهي حائط. النبي كان ينام أحيانا، ما كانش في بقى خدات وحاجات وبتاع، أو الطبيعة البدوية العادية. النبي كان بيتعامل بالعزف، كان ممكن يضع رأسه على رجل عائشة رضي الله عنها وهو لينام قليلا، فكان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وقد قالت ذلك عائشة رضي الله عنها. ولما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تناوله بعضا من كتاب، يعني من ورق مكتوب عليه من القرآن الكريم أشياء، فقالت رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنت الحيضة مش في إيدك. يعني لما أرادت أن تمد يدها في المسجد، بس هو القرآن ما كانش مكتوب أيام رسول الله، لا كان مكتوب على جريد الصحف وعلى كذا كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن. والحديث لما قال لها إن حيضتك ليست في يدك، يعني ده لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيطلب منها حاجة هو في المسجد وهي برا المسجد، فكانت بتناوله فمش عايزة تدخل إيديها في الجامع لأنها حائض، فعايزة هو اللي يطلع إيده. أدي كان المعنى. فأنا عايز استدل على دي، لأن حيضتك ليست في يدك، على أن كذلك الأمر لو مسكت المصحف فإن مس المصحف في هذه الصورة ليست الحيضة في يدك. طيب، يعني إحنا الستات كانت بتواجه مشكلة في إنها توصل مثلا للجزء العاشر والخمستاشر وبعدين فجأة تجي لها الدورة فتوقف، تقرأ وتكمل عادي وتمسك المصحف وتقرأ من الموبايل من المصحف كما تشاء. أنا أفتي بهذا في هذه الفترة أن تعمل كده، مفيش أي مشكلة. إنما لابد من التفريق ما بين نقطتين هامتين، ما بين الجنب وما بين الحائط. لازم نفرق بس ما بين الاثنين دول. الجنب لا يقرأ القرآن، ليس له أن يقرأ القرآن ولا أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل إذا اضطر إلى ذلك، لا يجوز له دخول المسجد ولا يجوز له قراءة القرآن. أما الحائط فيجوز له قراءة القرآن ويجوز له أن تدخل المسجد. خلاص كده عرفنا أدي الفرق، بس اللي هو اختلط على بعض الناس بعض الأحيان. فأحيانا يصيب المرأة الجنابة ثم بعد ذلك يصيبها الحائط قبل أن تغتسل من الجنابة، صارت جنب وحائط في آن واحد، يرفع الأمرين، يرفع الحدثين طهر واحد في الآخر. خلاص كده. إنما يرى بعض الفقهاء أن المرأة إذا أرادت أن تدخل المسجد أو أرادت أن تقرأ القرآن فعليها وهي حائض أن تغتسل غسلة من الجنابة. يعني إذا أصبحت جنبا ثم أصابها الحائض قبل أن تغتسل من الجنابة فلتتطهر من الجنابة غسل بنية التطهر من الجنابة، ليبقى عليها غسل الحيض فقط بعد أن تطهر منه. ليه؟ عشان يسمح لها بدخول المسجد وهي حائض، ويسمح لها بقراءة القرآن وهي حائض، يسمح لها بذلك كله عندما تكون حائض. إنما إذا دخل الأمرين في بعض لا، يبقى هنقف هنستنى لما ينتهي الحيض. طيب، ختام القرآن للموتى يعني هل يجوز وأنا بقرأ أوهب الثواب لوالدي لكذا؟ يعني من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد مماته أعمال بني آدم الإنسان، إن أنت ممكن تعمل تقرأ القرآن وتقول هبت ثواب ما قرأت لوالدي لوالدتي رحمة الله عليهم كذا إذا كانوا قد توفوا. أقول كده لا حرج، لا أخويا المتوفي، الأخت المتوفية، ينفع هذا الكلام بعد ما أقرأ القرآن أقول وهبت ثواب ما قرأت له. هذا الأمر جائز. يعني الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتابه المجموع أن ينتفع الميت بكثير من أعمال الأحياء، يعني بينتفع منها ومن الصدقات. يعني